أحلام من الإمارات، تفضلي يا أحلام. السلام عليكم. وعليك السلام. شيخنا عندي سؤال عن الخشوع في الصلاة. أحاول أني أخشع في الصلاة وأقرأ الآيات بتأني، بس رغم هذا دوم أسهى في الصلاة. دوم إيه؟ أسهى في الصلاة، يعني تيني يعني أفكار في الدنيا غير عن الصلاة. كلنا نفس الشيء أحلام، كلنا. الصلاة جهاد، جهاد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كلنا نفس الرجل، كلنا منحاول نجتهد، لنا شرف المحاولة والله سيوفقنا للمحاولة. مرة وثنتين، ابن سيرين كان يقول 40 سنة أجاهد نفسي حتى أخشع في الصلاة، 40 سنة. فهي مسألة يعني تحتاج مجاهدة، مو بيوم وليلة يا أحلام، مو بيوم وليلة أريد أن أخشع الله أكبر خلاص خشعت. هي مجاهدة، تدريب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. كذلك الخشوع، أن أتعلم الخشوع، أن يعني أمارس الخشوع. فأنت لا تظني أنه كل حنا الآن وسيم كذا لما نصلي نخشع، إحنا نسى، كلنا نسى. النبي صلى الله عليه وسلم سهى في الصلاة، شو رأيك؟ قام نسي التشهد، صلى الله عليه وسلم نسي التشهد عليه الصلاة والسلام. مو محمد، نبي الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إذا زلزلت الأرض وزلزالها، قرأها في الركعة الأولى والثانية. نسي صلى الله عليه وسلم، سهى، نسي ماذا؟ بعض العلماء قال نسي ما قرأ في الأولى فردد السورة مرة ثانية في الركعة الثانية. وبعض العلماء ما يقولون يمكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم الأمة جائز تكرر السورة. وبعض العلماء قال سهى صلى الله عليه وسلم. من علمنا سجود السهو؟ مين علمنا يا أحلام؟ مين علمنا سجود السهو؟ الرسول عليه السلام. لولا ما سهى صلى الله عليه وسلم كان علمنا؟ أكيد. فكلنا نسى، كلنا ذاك الرجل، أبشرك. فاطمني، لكن حاولي إن شاء الله. عندي سؤال ثاني بخصوص صلة الرحم. عندما يكون شخص قريب لك وأذاك، يعني جرح منه وايد، فأنت تقطع العلاقة. أنا ما أريد أذي حد، ولكن غير السلام يعني ما أقدر يعني أتواصل معه في الحياة، يعني قطعتهم. ليه؟ يعني أنا ليه حنا يا أحلام نريد أحكام الله على هوانا؟ ليه؟ ليه نريد أحكام الله؟ الله يقول لك صل رحمك. زين هو يأذيني؟ قال صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا أصلهم يقطعوني، يحسنون إلي، يسيئون إلي. قال صلى الله عليه وسلم إن كنت كما قلت لا يزال إليك عليك من الله ناصر، الله بنصرك. وكأنما تسف في وجهي من رماد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافئ، صلني بصلك. لا، هذا ما هو واصل. فلماذا نحن نريد شرائع الدين على حسب مزاجنا؟ أنا ما أنا يا رب ما أحب فلان، ما أريد أصله. يا صباح الخير يا جاري، أنت في حالك وأنا في حالي. هذا ما عندنا في دين محمد صلى الله عليه وسلم. لابد أن نبر يعني نطئ أو نواطئ أنفسنا على يلا الدين أمر، ما علي، الدين أمر أني أصل حتى لو يكرهني. الدين أمر، دين الله عز وجل مو على هوانا ومزاجنا. أصحى مزاجي أوكي بصل كل رحمي، أصحى مطايق نفسي ما أصل نفسي. ديننا مو مزاج، صح يا أحلام؟ صحيح. اقتنعتي؟ ما اريد هي صحيح بعدين تبندي الخط، انا ما اريد، مو مقتنعه. لا صحيح، الواحد سامح في الدنيا. الله يطول لي بعمرك يا احلام. شكرا. شكرا. نعم.